عطاني قتلة ديال العصا خاي ديالي، ما نقول لك شنو وجهي كي دار نفخولي حتى نجري باش نسلم عليها. عرفتي شنو دارت؟ مدات لي شيديها وقالت لي سمحي لي اختي خلعتيني. ما بغيت والو، ما بغيت والو، باغا غير وجهي يولي كيما كان، بغيت وجهي يتنق. السلام عليكم، انا سميتني غزال من مدينه مكناس. كانت عندي 17 عام وجاتني واحد السن مراهقه خايبه، وتعرفت على شي بنات خايبين وخرجوني الطريق، وليت معاهم غير في الزنقه، الشراب، القرقوبي، بزاف د الحوايج كنديروهم. وليت تنتعلم ندير بحالهم، حتى انا كنضرب راسي، كنبات في الزنقه، بزاف ديال الحوايج. تغتصب، تكرفس عليا واحد ولد الناس وسمح فيا، مبقاش يعرفني. من تما صافي والديا هربت لهم من الدار باش ما يعيقوش بيا، وليت تنعيشي في الزنقه. وليت تنعيشي في الزنقه، كل مره انا فين بيت، انا هنا، انا هنا. ماشي غير دمرت، فوق ما دمرت اخويا دز عليا، ما نقولكش. كنبات في الزنقه، كيخرجوا فيا الدراري، كاين اللي كيديك يتكرفس عليك الزطا ويجيب صاحبه. واحد المره واحد والله في الطلعه ديال بني محمد سكران، بجيت نهرب شدني عطاني قتلة ديال العصا خاي ديالي، ما نقولكش وجهي كي دار نفخولي. وكنت داك الساعات باقا ما ضرباش وجهي وبغى يخسر لي وجهي. قلت له صافي اخويا انا نمشي معاك بلا ما تضربني، صدق دار فيا شي حوايج ما نقولكش. دوزت الحبس على قبل الحشيش، امي كتخدم غير في الديور، با عنده صنعه ديال الخياطه، واش انا نقول لامي عطيني؟ ما يمكنش. ما عنديش مع الطريق ديال الفساد، صافي ديك الطريق ديال الفساد دازت عليا، عليا كرهتها. ضروري باش الا بغيتي تكمي ولا بغيتي ديري ولا تقولي لوالديك ما عندهمش عطيوني، ما يمكنش. صافي خرجتي للبليه خصك تقدي بيها. صافي وليت تنخدم، كل مره ومعامن هبط للحبس وهبط للحبس وهبط للحبس. صافي منين شفت ديك الطريق ما مسلكانيش، وديما الصداع، ديما سكرانه بالليل مع الربعة د الليل كندور في الزناقي وانا سكرانه، وهذا يتعدى عليك، هذا يعاملك، هذا يبيتك بلا ما تقولكش المقابل، ضروري خص المقابل. صافي منين شفت راسي مليت وانا نرجع لدارنا، عييت ما نقلب على الخدامي والو، ما لقيتش الخدامي اللي نخدم والو. خدمت في السويقه، بعت الخضره في السويقه، طبيت لامي مسكينه في راس المال وفي كل شيء، وانا نجلس. صافي جلس دابا راك عارف، مره هكا مره هكا مره هكا. اللي عايشه معاهم كلهم كيبغيوني، اللي عايشه في حومتي، ولاد حومتي وعيالات الكبار، العيالات الصغار، كلهم كيبغيوني. انا كنلقى المشكل خارج حومتي، بحال كاين المدينه غير حمريه. دابا انا ندز من هنا كنبقى غير ندور كنلقى بان كيشوف فيا، وديك الشوفات ماشي ديال المحنه، بحال كيحتقرك. وقع لي واحد الديكور هنا في هذه المحكمه الجنايات، كانت عزيزه عليا واحد الممثله، وشتها ومشيت تنجري باش نسلم عليها. عرفتي شنو دارت؟ ما مدات ليش يديها وقالت لي سمحي لي اختي خلعتيني. ممثله مغربيه قديمه، راه دابا راه كدير واحد المسلسل جديد كديرو في الرباط، وكنقدر الافلام ديالها، وفرحت منين شتها. فاش مشيت عندها ما عطاتنيش قيمه وخافت مني ورجعت للور، وبزاف دابا مبقيتش نحمل هذيك المعزه اللي كنت عزيزه عليا، ما بقاتش. دابا كندخل الدار كنلقى امي كتفرج فيها يعيط مسلسل، كنقول لها قلبي ما بغيتش نشوفك كتفرجي في هذا الفيلم، حقراتني بزاف. قرقوبي، سيليسيون، الشراب، حشيش، الغبره البيضاء حتى هي شميت، هدرتهم كاملين. دابا حاليا لا، عفا عليا الله، وليت تنصلي حيت اخر شده عندي في شهر جوج، خرجت تايبه كنصلي من الحبس خارجه تنصلي. كنطلب منهم، كنطلب بعدا من البنات اللي باقي صغار يشوفوا غير من الحاله انا اللي وصلت لها يرجعوا اللور، وما يتيقوش في الدراري، وما يتيقوش في البنات اللي تقول لها يلا نمشيو مع هذاك نزهاو معاه. و قرقي على قرقي حدا امك تيجيب لك الله ولد الناس، ما يكرفسكش يقول لك بقاي في داركم تيسهل الله وغنجي نديك من داركم. الحب ما كيوكلش، الحب ديال الفابور. وقع لي واحد الديكور ما عمرو ما يتنسالي، هادي شي شر
واخا ما خصنيش نقولها، واخا اختي غتكعامل ماشي مشكل. جاوها الخطاب اخويا منير وشهر وانا ما فراسيش، تبقى 3 ايام بحال عاد عرضوا عليا، بحال خافت لا نخسر لافير وكدا، عاونتهم درت كل شيء. وفاش جات الوقيته ما لقاونيش، هي ما يعيطوا لي ما جي، كنتمنى غير وجهي يولي كيما كان. ما بغيت والو من الدنيا، انا ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت والو، باغا غير وجهي يولي كيما كان. بغيت وجهي يتنقى، الا وجهي يتنقى غترجع فيا الروح. فراسك اخويا انا كندخل الدار المرايه خصني ندور وجهي هكا، ما كنبغيش نشوف في المرايه حتى لهاد الدرجه. كنشوف فيها كنبقى نشوف وجهي، واخا كنكون داير كندير البوماده وكذا كندير، وكنبقى كنشوف وجهي تنقول علاش درت لهاد الحاله في راسي، علاش غير كاع تكوني غاده في المدينه وتناقري مع بنادم تيقول لك سير المخططه.